المبلغ او الاماونت اوف انفستمنت اللي انت استثمرته، ما حدش بيدور على اي بيرسونال ايتمز عندك في حاله الخساره. والشركات دي غالبا ما بتخسرش يعني، ويقول لك البورصه وقعت، البورصه قمه البورصه بتاع، كل ده خساره على الوقت. انت ما بتخسرش فعليا غير لما بتبيع، زي اليومين دول البورصه بقى لها كام يوم، عندك البنك الاهلي وبنك مصر مش عارفه دخلوا 3 مليار، البورصه انتعشت قوي كام يوم، بعد كده مش عارفه نزلت تاني، طلعت الاحداث اللي احنا بنمر بيها. انت ما بتتاثرش غير لما بتبيع. هنا عامل لك زي سؤال كده بسيط، فبيقول لك الشركه يعني organized as a separate legal entity under وليها قانون الشركات اللي هو الستيت لو او الكوربوريشن لو، having ownership divided into share او stocks، طبعا اللي هي الكوربوريشن. بعد كده هنا هنبدا بقى الجزء العملي ده اللي هنقعد بقى ندردش فيه، هيعجبك قوي النهارده، وده الجديد يعني المعادله المحاسبيه. عندي حاجه اسمها البيزك اكاونتنج ايكويشن اللي هي دي الرئيسيه، بيزك. احنا ما عندناش في المحاسبه اي حاجه خالص غير هي حته المعادله دي فقط لا غير، هي دي اللي شغلنا كله بيدور من خلالها. دي المعادله المحاسبيه البسيطه شويه، هنمدها هتبقى اكستندد، فهنكبرها عشان نضيف ليها بعض الكلمات او العناصر او الحسابات الاخرى، هتبقى هي دي المحاسبه المعادله المحاسبيه الكامله. طيب المعادله المحاسبيه البسيطه دي نبدا لو انا هشرحها ازاي، انا كاني انا مش شايفه دي ولا دي، سيبك دي ولا دي، انا هشيل دول دلوقتي، شوف كده يرجعوا تاني. انا شلت دول دلوقتي، انا دلوقتي معايا هبدا المعادله المحاسبيه بدا. انا اول حاجه اللي هو الاونر ايكويتي اللي هو بيسموه الكابيتال، راس المال. ايه البيزك اكاونتنج ايكويشن؟ انا النهارده معايا فلوس، معايا 2 مليون جنيه في البنك حاجه كده، فانا قررت اعمل نشاط، فهسحب الفلوس من البنك، دول راس المال، ده الكابيتال بتاعي اللي هو هنا اللي هو ده اللي هو هيبقى الاونر ايكويتي اللي هو حق الملكيه. انا هفتح نشاط، فقررت افتح نشاط ايه، هعمل مصنع، اعمل حاجه خدمي، مكتب بتاع. طيب انا هجيب ايه؟ انا ما عنديش حاجه خالص، فانا هجيب بقى ايه لو مصنع او حاجه، انا هجيب حته ارض. عايز ايه تاني؟ معايا 2 مليون، انا هجيب ايه راس المال بالكابيتال ده؟ عايزه ايه؟ عايزه اجيب ارض، عايزه ابني مبنى بيلدينج، عايزه اجيب شويه اكويبمنت او ماشينز، عايزه اجيب عربيه، اجيب خزنه احط فيها شويه كاش جول، عايزه افرش كمان، عايزه اجيب المكاتب، اجيب فرنتشر، عايزه اجيب قلنا عربيه بتساعدني في النشاط، عايزة أجيب كمبيوترز، أجهزة حاسب آلي كده اللي نشتغل عليها، عايزة إيه تاني؟ دول في الأول، هم دول عايزة أجيبهم في الأول. طيب هل دول ده رأس المال بتاعي اللي هو الأونر إيكوتي، هل الفلوس دي تكفي؟ يعني هل إيكوال تجيب الحاجات دي؟ أولاً الحاجات دي اسمها إيه؟ الحاجات دي اسمها أسيتس، الأصول. إيه هو الأصول؟ الأصول الأسيتس بيسموها في الدول العربية الموجودات أو الممتلكات، هنا بيسموها الاصول. الاصل اي اصل هو ممتلك الشركه بتمتلكه، وخلي بالك انا بقول الشركه ما بقولش صاحب الشركه هو اللي بيمتلكه، احنا اتفقنا ان في شخصيه اعتباريه economic entity assumption، فانا هنا هتكلم عن ده راس مال الشركه، اصول الشركه، التزامات الشركه منفصل عن صاحبها، ده الورق بيقول كده. طيب هل ال 2 مليون اللي انا حطيتهم هنا راس المال، شايف هنا ال 2 مليون دول، هل ال 2 مليون دول هيجيبوا لي دول يكفوا الحاجات اللي انا قلتها؟ لا، فانا عايز اشتغل، عايز برضو مصمم ان انا ابدا النشاط، ده ما يكسويش ده ما يجيبش ده. فالاصول دي هي عباره عن الممتلكات، هي عباره عن الريسورسز، الموارد اللي يمتلكها البيزنس، owned by the company او البيزنس. طب انا خلي بالك انا بقول التعريف بتاع الاسيت، ايه تعريف الاصول؟ تعريف الاسيتس هو الحاجات اللي بيمتلكها النشاط، owned by the business resources، owned by the business يمتلكها بس كده وسايبها؟ لا، used in operation هيستخدمها في النشاط. طب بيستخدمها for بس كده؟ لا، and expect future benefit from using these assets. تاني، هي عبارة عن الموارد اللي بيمتلكها النشاط، يستخدمها النشاط، متوقع منافع مستقبلية منها. تاني، أي asset، لأن خلي بالك لما هاجي أحل دلوقتي هنيجي أقول لك أنت عشان تحط الحاجة تحت الصح بتاعها اسيت ولا كابيتال ولا ايراد ولا مصروف، لازم تبقى فاهم قوي التعريف بتاع الحاجه، امال هتحط تحتها الحاجه ازاي؟ حكمت انها ازاي انها اسيت مش حاجه تانية؟ لو ينطبق عليها الكلمتين اللي انا بقول لك عليهم دول، الاسيت هو اي شيء owned by the business يمتلكه النشاط، يستخدمه
used in يستخدمه في ايه؟ في النشاط. used in production, used in operation, يستخدمه في الانتاج في التشغيل بس كده؟ لا. and expect future benefit, ويتوقع منافع مستقبلية from using this asset. ايه المنافع المستقبليه اللي فروم ان هننتج هنشتغل هنبيع هنكسب ده الاسم. طيب انا دلوقتي ال2 مليون جنيه بتوعي دول ما يكفوش اجيب الهيصه دي. ايه الاسيتس بقى بالامثله اللي انا قلتها لك؟ الاسيت بقى ايه امثلته؟ الكاش, الكاش اللي في الخزنه ده اسيت بتاع البيزنس. الايكويبمنت والماشين ده اسيت. البيلدينج ده اسيت. الاراضي البلاند ده اسيت. الكمبيوتر اللي جوه ده اسيت. الفرنتشر الاساس اللي احنا فرشين بيه المكاتب ده اسيت. مش كل دول موارد يمتلكها النشاط؟ يمتلك الاراضي والمباني والنقديه والالات والمعدات مش كل دول؟ يبقى دي الاسيتس يوزد باي اوند باي ذا بزنس يوزد ان اوبريشن اند ايه اكسبكت فيوتشر بنفيت فروم. طيب ما يكفيش المبلغ ده, ما يكفيش ده. طب انا عايز اكمل, هكمل منين؟ زائد اهي, شايف علامه زائد اهي, هزود على المبلغ اللي انا حطيته ده اللي انا جايبه, ده اللي مصدره الاونر. يبقى الكابيتال ده اللي مصدره الاونر, هزود عليه, هستلف. هجيب منين؟ اهو يبقى هستلف. لما هستلف هجيب, هيبقى اسمها لايبيليتيز. المبلغ اللي انا هستلفه مع اللي انا حطيته يساوي ده. واستحاله المعادله دي ما تظبطش جنبين منين؟ ما هو اللي انا اللي كان معايا زائد اللي استلفته جاب الحاجات دي, ما فيش بقى مش ايكوال. ما هو لازم يكون ايكوال. ده جب... ايه اللايبيلتيز بقى؟ اللايبيلتيز يا دكتور, بعد اذن حضرتك معلش. اه اتفضل. معلش, هو ليه حضرتك بتفترضي دايما ان لازم يكون في لايبيلتيز؟ يعني لو في مثلا فاميلي بيزنس, مفيش بيزنس مفيش لايبيلتيز. مش بيزنس لازم يبقى من اي حاجه بقى. اشتريت حاجه ما دفعتش ثمنها ان شاء الله هتدفعه. فاتوره جات لك, هقول لك على حاجه, انت ما بتستلفش من حد, بس جات لك فاتوره الكهرباء وما دفعتهاش, اتاخرت لسه هتدفعها لغايه الفوائد في البنك, وممكن لسه انت ما دفعتهاش ان شاء الله يوم, ده لايبيليتي. فاهم؟ فاللايبيليتي مش حتى اللي استلفته, او حتى لو انا ما اقترضتش ما عنديش اي قروض, في التزامات عليا ما سددتهاش لسه, التزامات حتى يوميه يعني مصاريف عاديه, هتبقى لايبيلتي. ف مفيش بزنس مش هيبقى عنده لايبيلتي ان شاء الله. حاجه يوم ما دفعهاش طالما عدى كده هي بتسجل عليه التزام. واللايبيلتي مش معناها ان انت وضعك المالي سيء يعني, انت بس انت الفكره ان انت ممكن يبقى في يدك ان انت ما تدفعش الفلوس دلوقتي, تدفعها كمان شويه. طيب ايه اللايبيلتيز هنا في تكوين الشركه؟ في تكوين الشركه عشان اشتري الاسيتس دي المبلغ اللي معايا ده ما يكفيش, ده ما يكفيش, ده ما يكفيش. فهعمل ايه؟ هستلف, هحط عليه. هجيب منين بقى؟ يا اما اللايبيلتي دي, يا اما هيبقى من منشاه ماليه زي بنوك, فاينانشال انستتيوشن, هروح لبنك, هروح لاي حد هيسلفني كمنشاه, او افراد اشخاص. المهم المبلغ اللي انا خدته ده بقى اسمه التزام عليا. فاللايبيلتيز هي الالتزامات, والالتزامات دي ستسدد, ده obligation. فالالتزامات دي هي عبارة عن claims, هي claims, claims. يعني ايه claims؟ او مبالغ owes يسموا, يعني الاسيتس, الاسيتس بنسميها assets بتبقى own, liabilities بتبقى owes او owed. ده الاسيتس, دي حاجات تمتلكها الشركة. كلمة owed الفرق حرف, شايف الفرق بين الاثنين؟ حرف واحد بس. ففي كلمة owned دي الأصول اللي هي تمتلكها, owed التزامات دي liabilities. طيب ال liabilities خلاص اقترضت. liabilities دي تعريفها ايه؟ هي عبارة عن claims أو amounts, مبالغ, owes أو claims against the business, أو obligation against the business وبس كده. لا, وand will required أو هتتطلب إن إيه؟ هنسددها in the future, هيحصل لها settlement, تسوية. هيبقى في دي obligation هتتطلب إيه؟ بنسميها sacrifice in the future, sacrifice in the future. فبص بقى, لو أنا فأنا حطيت ده, حطيت اللي كان معايا, اللي أنا حطيته عن طريقي أنا اسمه owner equity, حق الملكية, والزائد اللي أنا استلفته اسمه liabilities, وجبنا بيه الأسيتس دي. طيب ليه دايما خلاص احنا جبنا الاسيتس من مصدرين دول, طيب ليه دايما بنكتب اللايبيلتيز قبل الاونر ايكوتي مع انها بلس؟ مش انت في البلس تفرق لو كتبت دي قبل دي؟ لا ما تفرقش.
طب ليه بنكتب اللايبيلتيز دايما قبل الاونر ايكوتي؟ عامل زي ما تقول كده ايه ليدز فيرست، عارف لما تلاقي واحده كده داخله تقول لها ليدز فيرست، ليه ليدز فيرست؟ انت قصدك ايه بليد؟ عشان الاهميه يعني تقديرا يعني هي في الاول. هنا نفس الكلام لايبيلتيز فيرست. ايه اللايبيلتيز؟ ان انت في حاله ان الشركه دي زي ما انت كونتها دلوقتي لا قدر الله حصل لها ليكويديشن او بانكرابسي يعني تصفيه او افلاس، هنعمل ايه؟ هنبيع الاسيتس، هنبيع دي، هنبيع الاسيتس. طب لما نبيع الاسيت ونمسك فلوس هنعمل بالفلوس دي الاول هنديهم للاونر؟ لا، هنسدد اللايبيلتيز فيرست، فهنسدد الالتزامات الاول وما يتبقى هيروح للاونر، وما يتبقى هيروح للاونر. عشان كده بنكتب دايما اللايبيلتيز في الاول عشان يعني انديكيتور ان فيرست ان كيس اوف ليكويديشن، في حاله التصفيه دول اللي هنسويهم الاول. طيب الاونر ايكوتي ليه اسم تاني بنسميه ريزيديوال، بنسميه من ضمن الاسماء بتاعته بنسميه ريزيديوال ايكوتي. يعني ايه ريزيديوال ايكوتي؟ يعني الباقي. الباقي ايه؟ الباقي ده حق الملكيه ده المتبقي. ليه ريزيديوال للباقي؟ عشان هو اللي بياخد الباقي. فبعد ما نبيع الاصول في حاله التصفيه هنسدد اللايبيلتيز وهو هياخد الايه؟ هياخد الباقي. طيب الشركه هل الايكويشن دي قلنا ما يبقاش متساويه؟ لا، لازم تبقى الجنبين متساويين. طيب عندي هنا اللي قلنا يبقى دول بياخدوا فلوسهم الاول وده بنسميه ريزيديوال ايكوتي في حاله الايه؟ في حاله التصفيه. اللي عايز اقول لك ايه، الشركه بقى عليها التزامين. انت النهارده الشركه دي لما تبدا تشتغل، خلاص اشتغلت، لما هتشتغل هنعمل ايه؟ هنشتغل بالاصول، الاسيتس دي هنشغلها. وطبعا انت لو جايب اداره حلوه مانجمنت بتفهم، مش هتسيب بالاصول دي عاطله، هتستخدم الاصول دي لاستخدام الامثل عشان تطلع منها اقصى استفادة. طيب الاصول دي لما تشتغل، اللي هي بتاعة الشركة، اصول الشركة لما تشتغل، المنفعة هتعود على مين؟ على الاثنين دول، على الاثنين دول، على الليابلتز وعلى الاونر ايكوتي. يبقى اذا الشركة في حقيقة الامر مش عليها التزام واحد، الشركة في حقيقة الامر عليها التزامين. وخلي بالك من الحتة دي مش بيفهموها كتير، يعني الشركة مش عليها التزام لايبلتز انها تسدد الديون اللي هي دي، لا، الشركة عليها التزامين. انها اول حاجه الالتزام الاولاني تجاه ده، انها تشغل الاصول عشان تسدد الايه؟ اللايبيلتيز. ده الالتزام الاولاني على الشركه انها تسدد الديون. طيب ايه الالتزام الثاني؟ طب ما الراجل الغلبان ده الاونر ده ما حط فلوسه برضه في الشركه، يعني انت بتشغل الاصول دي عشان تسدد اللايبيلتيز عشان الراجل سلفك ولا انت لا، ما هو ده كمان الاونر ده حط فلوسه هو كمان، ما عايز هو كمان إيه؟ يبقى الشركه عليها التزام تجاهه. ما افصل بقى ما بين، ما تقوليش اصل هو ده صاحب الشركه، ما احنا قلنا افصل ما بين، ما هو حط فلوسه في الشركه، ما هو كان ممكن يحطها في بنك، ما هو ممكن كان يحطها في اي استثمار اخر. طالما حطها في الشركه يبقى الشركه اصبح عليها ككيان منفصل التزام بروفيت ده وتحقق ارباح لده. يعني مش تشغل الاصول بس على قد ان انا اشتغل عشان اجيب فلوس على قد اللايبيلتيز بس، وما فيش ولا مليم زياده، لا، انا المفروض ان انا اشغل الاصول عشان احقق ارباح. الارباح دي هو شغال الناس معايا سامعيني؟ سامعيني سامع حضرتك. مين اللي عمال يبعت لي؟ طب اللي بيبعت على الواتساب يوم مش شغال ده؟ الصوت بيقطع شويه بس ده من عندك انت. طيب الـ الشركه المفروض انها تشغل الاصول دي مش عشان بس تحقق بس على قد اللايبيلتيز، لا، وتحقق اضافي كمان زياده عشان ياخدوا ده الاونر. يبقى الشركه عليها التزامين لايبيلتيز والاونر ايكوتي. طيب بعد كده الشركه بدات تشتغل. طيب الشركه لما بدات تشتغل ادي هنا الاسيت، هو هنا بيعرف لك الاسيت. عندي تعريف بقى لطيف للاسيت واللايبيلتيز، هستخدم فيه ثلاث ازمنه، في الماضي والحاضر اللي هو الباست والبريزنت والفيوتشر وكذلك اللايبيلتيز. فاقول لك ايه بقى في الاسيت، في كتاب كده لطيف يقول لك ايه، يقول لك الاسيتس اللي هي الاصول هي موجوده النهارده، هي اسيتس owned by the business at present، هي موجوده ملك المنشاه في الحاليه as a result، نتيجه ان الشركه اقتنتها في الماضي، يعني انها اشترتها in the past، فده ادى انها موجوده النهارده عشان نستخدمها فتحقق لنا future benefit. شوف التعريف ربط الثلاث ازمنه ببعض، قال لك الاسيتس هو اسيت موجود النهارده عشان اشتريناه في الماضي فبقى موجود النهارده بنستخدمه عشان يحقق لنا future benefit. ايه اللايبيلتيز؟
قال لك الالتزامات اللي عليك النهارده الليابيلتيز او الاوبليجيشن اللي موجوده عندك دلوقتي ات بريزنت هي نتيجه ان انت دخلت في حاجه في الباست خلت ان عندك التزام النهارده هتسدده في المستقبل، هيتطلب ان هو فيوتشر ساكريفاي منك في المستقبل. فهنا بيقول لنا ادي الاسيتس، ادي كلمه اونز اهي اونز، طبعا الاسيت دي لما نستخدمها هتدينا فيوتشر سيرفيس او بنفيت، منها الكاش، السبلايز، الايكويبمنت، كلمه سبلايز اللي هي المهمات او الادوات اللي انت بتشتغل بيها، واكسترا بقى الاسيت دي بقى مئات بقى العناصر، لاند بيلدينج ايكويبمنت، مش عارفه فيرنتشر، عربيات، سبلايز، فلوس ليك عند الناس، فلوس ليك عند الناس، وانت في البيزنس ساعات بيبقى عليك وليك، لو ليك يبقى اسيت، عليك بيبقى لايبيليتيز. طيب ده الاسيتس. ايه هي اللايبيليتيز؟ راح اتنقل على طول لتعريف اللايبيليتيز. قال لك كليمز، كليمز against ديون، debt and ايه and obligation. كلمة debt اللي هي ديون والتزامات، حاجات انت استلفت مثلا، وهي كلمة owed، شايف كلمة owed مفيش ان بقى فيها، فاللي فيها ان هي الاسد، owed عليك، دي زي الكريديتور، حد انت تعرف انت عليك ليه فلوس، زي اي بقى حاجات بيابل، اي حاجة بيابل الليابيلتيز دي انت هتدفعها في المستقبل، فاسمها بي فبنسميها بيابل. عليك بقى حسابات اكاونت بيابل، عليك نوت بيابل، ايه الفرق بين الاكاونت بيابل والنوت بيابل؟ ولا حاجه، الاثنين لايبيليتي، بس الفرق ان الاولانيه ما كتبتش ورقه، يعني انا عليا فلوس بس ما فيش ورقه، يعني انا جات لي فاتوره بتاعت حاجه ولسه ما دفعتهاش، بس ما حدش مضاني ورقه، مضاك ورقه ساين اي نوت، ساين اي نوت دي اسمها نوت بيابل. طيب ايه اللايبيليتيز؟ الموظفين اشتغلوا وسيادتك ما قبضتهمش بقى اسمها ويجز بيابل او سالري بيابل. البنك انت مقترض والقرض نزل عليه فوائد لسه ما دفعتهاش اسمها interest payable، فوائد، التزام فوائد. عندك مثلا ايجار، انت مأجر وما قبضتش الراجل بتاع الايجار الايجار فاسمه rent payable. عندك مثلا ايه حاجات ده كله عندك مثلا جات لك فاتوره بتاعت الكهرباء وما دفعتهاش، عندك مش عارفه ايه ما دفعتوش، اي حاجه قرض انت خدته لون وما دفعتوش، كل طيب ايه الاونر ايكوتي؟ قال لك الاونر ايكوتي ده بيسموه الاونر شيب كليم اون توتال اسيت. الاونر شيب كليم اون توتال اسيت يعني حق الاونر، حق صاحب المال بقى، صاحب البزنس بقى في التوتال اسيت. طب فين الباقي؟ الباقي ده وده بياخد الريزيديوال، ده بياخد المتبقي، طب فين النص اللي خدوه اللايبيليتيز؟ هو بيقول لك ده الجزء اللي هو يستحق للاونر من الاسيتس بعد ما نسدد الايه اللايبيليتيز. طيب ده اللي هو راس المال، ده اللي هو الكابيتال، سواء بقى كانت شركه فرديه او شركه اشخاص. طب لو شركه كوربريشن ما بيبقاش اسمه اونر ايكوتي بقى، خلي بالك لو شركه افراد او شركه فرديه باسمه اونر ايكوتي. طب لو شركه بارتنر اسمها كوربوريشن، شركات الاموال بتاعه البورصه، بيبقى اسمه ستوك هولدر ايكوتي، ستوك هولدر ايكوتي يعني حقوق المساهمين مش الاونرز بقى ولا الاونر. طيب حاجتين يزودوا راس المال وحاجتين البزنس ده هيبدا يشتغل، فهنيجي بقى تحت الـ دي تحت الاونر ايكوتي. يعني انا هنا مثلا لو جيت حاجة أقول لك بقى إيه؟ بص كده عشان بس إيه هنا طيب تحت الأونر إيكوتي ده، تحت الأونر إيكوتي المفروض هو تحتيه ثلاث حاجات، تحت الأونر إيكوتي ده هنا ثلاث يبقى انا عندي الاسيتس واللايبيليتي والاونر ايه والاونر ايه. تحت الاونر ايكوتي ده في ثلاث حاجات بقى، في عندي حاجه اسمها اديشنال انفستمنت، بس نجيبها كده، ده الاديشنال انفستمنت تحت الاونر ايكوتي. وعندي ده بقى البيزنس لما يبدا يشتغل، يبقى قبل ما يشتغل في عندي اسيت جبتها منين؟ من اللايبيليتي اونر ايكوتي. طب بدا يشتغل ممكن يحصل بقى الاحداث دي، عندي حاجه اسمها اديشنال انفستمنت، عكسها ان يحصل حاجه اسمها دروينج او ويز درول، هنشوف دلوقتي دي يعني ايه. هنا دروينج
او يسموها ساعات withdrawal drawing او withdrawal. طيب التالتة بقى عندي ايه ممكن يحصل في البزنس لما يشتغل؟ هيبدأ يبقى فيه ايرادات وفيه مصروفات، هيبقى فيه حاجة اسمها revenue او revenues، وهيبقى فيه عندي حاجة اسمها expenses. المفروض ان دولة تحت الكابيتال، يعني الاربعة دولة رأس تحت رأس المال، هما دولة اللي بيأثروا في رأس الايه رأس المال، يزودوا او ينقصوا رأس الايه رأس المال. بس كده يبقى انا ضفت كام كلمة، انا عندي كده ثلاثة، وانا ضفت هنا الدروينج والرافنيو والاكسبنس والاديشنال انفستمنت. طيب دولة كده دي المعادلة المحاسبية الكاملة. لو انا ضفت ادي بعد الاسيتس هنا طيب هنا يبقى هنا المعادله المحاسبيه هي مكتوبه عندك في اللي هو الورق ده اهو. دي بنسميها شايفها ذا بيزك ايكويشن، دي الاكستندد ايكويشن. هنا في الاكستندد ايكويشن ادي الاسيت واللايبيليتي والاونر، هنا زود بقى دوله، فدوله المفروض ان هو دوله جزء من الكابيتال، يعني دوله بالاشارات اللي محطوطه بلس وماينس دوله بيعملوا ايه في الكابيتال، بيعملوا ايه في الاونر، في الاونر ايكويتي. لو انا حطيتهم كده دي اسمها المعادله المحاسبيه الكامله. دي بقى لما البيزنس بيبدا يشتغل، يعني من قبل ما يشتغل مش هيبقى فيه ريفينيو اكسبنس الايرادات والمصروفات، لما يبدا يشتغل هنبدا نضيف الايه دي، كده تبقى المعادله المحاسبيه الكامله. طيب هنبدا بقى نفهمها كده مع بعض. دلوقتي الاسيتس خلاص قلنا الاصول، اللايبيليتي الاونر ايكويتي، افصل بقى هنا، يعني افصل كده دي المعادله المحاسبيه، دول بيأثروا في الكابيتال، يعني حتى الاشاره بلس بلس ماينس دي اتحطت حسب بيعملوا ايه في الكابيتال. طيب ايه هو الاونر ايكوتي؟ الاونر ايكوتي ان بعد ما النشاط يبدا الاونر ده عنده سكه من سكتين، يا اما ان هو يزود راس المال بتاعه المبلغ الاساسي اللي هو الانيشال انفستمنت اللي هو البدء المبدئي اللي بدا بيه، ممكن الراجل ده بعد شويه شهرين ثلاثه سنه يزود راس المال. هنا بيعمل حاجه اسمها اديشنال انفستمنت، بيعمل حاجه اسمها دي اللي هي الاديشنال انفستمنت. طيب الاديشنال انفستمنت دي بتعمل ايه في راس المال؟ اكيد بتزوده، هتزود الاونر ايكوتي ولا هتزود اللايبيليتي؟ اكيد هتزود الاونر ايكوتي، حق المالك. فعشان كده هنحط هنا، بنحط هنا الاشاره اللي هي بلس. يبقى احنا حطينا هنا بلس على اساس ايه؟ افصل ما بين، تاني عشان تفهم، افصل ما بين الايكويشن الرئيسيه والكلمات الجداد دول بنحط اشارتهم حسب بيعملوا ايه في الكابيتال. طيب الاديشنال انفستمنت ده راس المال اللي هو الـ عن طريق الاونر، الاونر بعد شويه جاب فلوس تاني، يبقى ده يزود حق ملكيته في الشركه بالنصيب الزياده اللي جابه ده، يبقى هنا بحط علامه بلس. عكسها الدروينج او ساعات بيقولوا عليها ويزدرول. الدروينج او الويزدرول ان الاونر بدل ما يزود راس المال سحب من راس المال لاغراض شخصيه، فراح مد ايده خد فلوس من الخزنه، خد، ومش لازم على فكره ان هو يسحب فلوس بس، ممكن يسحب اسيت، اي اسيت تاني ممكن يسحب، لو هو مثلا عنده معرض عربيات، ما عنده مثلا معرض اجهزه اللي هو الحاجات اللي هي الابلاينسز اللي هي الهوم ابلاينسز اللي هي الاجهزه المنزليه، ممكن ياخد ثلاجه غساله لاغراض شخصيه يهديها لحد ياخدها للبيت عنده. هنا هو عمل حاجه اسمها مسحوبات. الدروينج ده اللي هو عمله ده يقلل من راس المال، ياكل، بدل ما هو بيزود راس المال بيعمل حاجه اسمها بيقول لك ياكل من راس المال. طيب الدروينج ده يعمل ايه في الكابيتال؟ اكيد هينقصه، فهنحط الاشاره ناقص ماينس. طيب الدروينج ده يتسجل ايه؟ ما هو طبعا هو خد من الاسيت، يبقى الاسيت هيقل، يبقى هنيجي تحت عند الاسيتس نقللها. طيب هنسجلها ايه تاني؟ ملهاش علاقه باللايبيلتيز، امال ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالاونر ايكوتي، فهتقلل الاونر ايكوتي. طيب البزنس بدا يشتغل، لما البزنس بدا يشتغل هيحصل في حاجه اسمها الايرادات، والايرادات دي ما بتجيش لوحدها، لازم تصرف، لازم يبقى فيه مصروفات، يبقى الايرادات والمصروفات دول مرتبطين ببعض. الايراد اللي هيجي ده بيعمل ايه في راس المال؟ اكيد بيزود راس المال، فعشان كده هيضع الاشاره بلس، يبقى البلس دي حطها بيزد على ايه؟ بتعمل ايه في راس المال؟ الايرادات. طب الايرادات دي بقى مصدرها ايه؟ تعرفها منين؟ يعني انا دلوقتي وانا بحل الاكزامبل احط الحاجه تحت الايراد ولا تحت الاسيت ولا تحت اللايبيليتي؟ اعرف منين؟ اسال نفسك سؤال واحد بس، الريفينيو ده هو اللي بيجي من الكاستمر، يعني من ان انت بروفايد او بتعمل ريندرنج سيرفيس او بتشوف انت النشاط شغال في ايه، المين بتاعه، المين او السنترال او الكور
اوبريشن بتاعك في ايه، انت شغال اساسا في ايه. لو جالك فلوس من اللي انت شغال فيه اساسا، هو اسمه بالحاجه اللي انت فاتح عشانها دي بتعملها، ده اسمه ريفينيو. يبقى الريفينيو بيجي منين؟ اي فلوس تيجي مصدرها الكاستمر، اي فلوس تيجي مصدرها الايه، مصدرها الكاستمر. طيب لو الفلوس جت من الاونر يبقى اسمها اديشنال انفستمنت. طب لو الفلوس جت من ان احنا استلفناها تتحط تحت اللايبيليتي، خد بالك. لكن لو جت من الكاستمر تتحط ايرادات، ايرادات. طب لو جالك فلوس من حاجه عرضيه، يعني مثلا انا شغال مثلا مكتب محاماه او مكتب محاسبه، فالفلوس اللي باخدها من الحسابات اللي بقدمها او الاستشارات القانونيه للزباين دي اسمها ايراد. طب افرض ان انا كان عندي عربيه قديمه بعتها، او كمبيوتر قديم بعته فكسبت فيه قرشين او جالي فيه حاجه، ده ما حطوش مع الايرادات. المبلغ اللي جالي عرضي ده ما ضفوش مع الايرادات، لان انا لو حطيته مع الايرادات طبعا هيزود الايرادات. فاللي هيقرا هيفتكر ان انا الطبيعي بتاعي ان انا بيجي لي ايراد بالحجم ده، وده مش صحيح. فاللي هيحصل هنا ان انت الايراد هو فقط اللي بيجي لك من السنترال او المين اوبريشن بتاعك. اي حاجات خارجيه بنحطها في بند منفصل اسمه اذر، اذر ريفينيو، اذر ريفينيو يعني ايرادات اخرى. فاللي بيقرا هيفهم ان دي مش من النشاط بتاعك، دي من حاجه، مش حاجه استثنائيه كده. طيب يبقى الريفينيو مصدره منين؟ مصدره الكاستمر. طب لو فلوس استلفناها نحطها تحت اللايبيليتي. طب لو فلوس جابها الاونر يبقى تحت الايه، يبقى اديشنال انفستمنت. فكل حاجه شوف بند ايه هو الاكسبنسز. الاكسبنسز هي المصروفات. طب المصروفات دي يعني ايه؟ اللي انت بتصرفه على البيزنس عشان يجي ريفينيو. في علاقه ما بين الريفينيو والاكسبنس. الريفينيو هو الاتشيفمنت، هو اللي انت الحلو اللي انت بتاخده من النشاط، والاكسبنس هو الساكريفايز، التضحيه اللي انت. اي مصروفات بتصرفها عشان يجي ريفينيو بتصرفها على النشاط، مش عشان، مش على حاجه تانية. اللي بتصرفه على النشاط عشان يكون سبب، زي مثلا ايه، زي انك تدفع مرتبات، سالري اكسبنس. هو هيجي ايراد لوحده؟ ما انت لازم تصرف تجيب مرتب، موظفين تدفع لهم مرتبات، بتدفع ايجار. انت مثلا لا تمتلك المحل ده ولا الشركه، المكتب ده، فانت مأجره. طب ما هو ما انت لازم تأجره وتدفع عشان يجي لك ايرادات عشان تشتغل يعني. يبقى الرنت ده مصاريف، مصاريف الايجار، مصروف المرتبات، مثلا مصروف الادفيرتايزنج، عملت اعلان عشان الناس تعرفني فيجي ايراد، فيجي كاستمر فيجيبوا لي ايراد، يبقى ده الادفيرتايزنج ده مصروف الاعلان، يبقى ده مصروف. زي ايه مثلا تاني مصروفات؟ حاجات بقى اللي انت بتنفقها، اي حاجه انت بتنفقها عشان زي اليوتيليتيز، المنافع، كهرباء، ميه، نظافه، تليفون، اليوتيليتيز دي كلها، المنافع بتاعه دي بنسميها اكسبنس، يوتيليتي اكسبنس. فالاكسبنس هو عباره عن ايه؟ الاكسبنس لا يتخلق منه اسيت. خلي بالك عشان دي شويه هتيجي تقول لي مش عارفه هنعمل ايه، هتقول لي ده اسيت. بص الاكسبنس ده حاجه صرفتها، يعني ما خلفتش عندك اسيت اصل، بس انت خدت منفعه منها. يعني مثلا الموظفين اشتغلوا فانت خدت منفعه ان هم الشغل بتاعهم، فدفعت مصاريف اللي هو المرتب. لكن الموظفين اشتغلوا انت ما امتلكتهمش، انت ما بقتش ملك البني ادم، يعني ما امتلكتش الشخص نفسه، فبقى اسيت عندك، بقى اصل، بقى ممتلك عندك. لا انت خدت منه منفعه، خدت منه خدمه وانتفعت بيها، وتمنها هو المصروف. هو ده يعتبر ما يعتبرش اسيت. زي مثلا ما اقول لك عملت ادفيرتايزنج، انا عملت اعلان فخدت المنفعه بتاعه الاعلان، حلو، لكن انا لا امتلك، انا ما امتلكتش وكاله الاعلان. ففي فرق بين الاسيت والاكسبنس. الاكسبنس ده اي شيء انت انفقته عشان يجي ايراد. طب افرض ان انت انفقت حاجه مش على البيزنس، يعني حاجه شخصيه، مثلا انت عملت اعلان عشان تبيع عربيتك او شقتك، ملوش علاقه بالنشاط، ده ما يعتبرش اكسبنس. الاكسبنس هو فقط اللي انت صرفته على النشاط، ده اللي ايه، ده اللي اكسبنس. طب الاكسبنس يعمل ايه في راس المال؟ ينقصه. الايراد يزود راس المال والاكسبنس ينقصه. طب الفرق بين الاثنين، بين الايراد والمصروف، ده بنسميه بروفيت. في ناس اللي هو ارباح، في ناس كتيرة بيختلط عليها لفظ ايراد ولفظ ارباح. الايراد غير الارباح. الايراد هو الايراد، المبلغ اللي انت خدته زي ما هو من الكاستمر، ده الايرادات. الارباح دي ان ده ماينس ده، يعني الايراد ناقص المصروف، الايراد ناقص المصروف يساوي الارباح. في فرق بين ربح وايراد، الاثنين مش واحد يعني. طيب يبقى
هنا عمل الرسم ده بقى هنا حاجه لطيفه. المال ده بقى سوري ده اللي هو الاونر ايكوتي، الاونر ايكوتي اللي هو حق الملكيه، حاجتين اللي احنا قلناهم يزودوا راس المال وحاجتين ينقصوا راس المال. واللطيف بقى ان هنشوف اللي بيزود راس المال، هنشوف اللي بيزود راس المال حاجه منهم، حاجه من الحاجتين عن طريق الاونر وحاجه عن طريق البيزنس. واللي بينقص راس المال حاجتين، حاجه عن طريق الاونر لو عملها وحاجه عن طريق البيزنس. تعال نشوف اللي بيزود راس المال حاجتين، حاجه عن طريق الاونر ان هو يزود راس المال عن طريقه هو، يعمل انفستمنت، يعمل اديشنال انفستمنت، يزود استثمار. حاجه عن طريق النشاط ان النشاط يشتغل ويحقق ايرادات، هم دول اللي بيزودوا راس المال. يبقى حق الملكيه، يبقى اللي بيزود حق الملكيه عن طريق الاونر ان هو يعمل اديشنال انفستمنت، عن طريق البزنس ان هو يعمل ريفينيو ان البزنس يشتغل، دول يزودوا راس المال، عكسهم ينقص راس المال. اللي عن طريق الاونر ان بدل ما يعمل اديشنال انفستمنت بيعمل دروينج فور بيرسونال اكتيفيتيز، لانشطه شخصيه، يعمل مسحوبات. شفت انا مسميها ايه؟ ويز درول او دروينج، الاثنين واحد. معلش سؤال يا دكتور اسمعني. اه اتفضل. حضرتك بالنسبه لما حضرتك قلتي البروفيت هو الفرق ما بين الايراد والمصروف والريفينيو، تمام. طب والليابيليتي فين من الموضوع ده؟ يعني انا بتكلم في شيء. لا الليابيليتي ده قصه ثانيه، انت مين كل الليابيليتي؟ لا دلوقتي انا دول بص ما انا هقول لك بقى ما انت من الارباح اللي بتيجي بقى من الريفينيو ماينس الاكسبنس الصافي ده، ما انت قلنا بنسدد الليابيليتي. اه تمام ماشي. انا دلوقتي بتكلم كبزنس، كشركه مثلا في اكسبنسز، اكسبنسز دي بتكون زي مثلا خامات بنجيبها زي حضرتك قلتي، مرتبات، طاقه، اوفر تايم، مصروفات نثريه لو في حفلات بعملها او كلام من ده عشان ازود الانجيجمنت بتاع العمال، ايا كان الموضوع ماشي ازاي. وفي الاخر في عندي لايبيليتيز للبنوك بقى، وسواء فواتير متاخره او كلام من ده. فالنت بروفيت مش المفروض ان هو يبقى الاكسبنسز بلس اللايبيليتي ماينس ال لا 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 انت عندك لا دي حاجه ودي حاجه. انت ما انت بتسدد اللايبيلتيز دي منين؟ ما هو من نشاط الشركه لما بيشتغل. مش انا قلت لك ان الاسيتس لما بص، مش انا قلت لك ان اي 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 شركه عندها اصول، الاصول دي بتستخدمها في ايه لما بتشتغل؟ الدوله، عشان تسدد اللايبيلتيز منها، والجزء اللي بتبقى ده بيبقى حق الملكيه. تمام. انا مع حضرتك، انا عامل ميوت بس مع حضرتك يعني. طيب انا هحل دلوقتي حاجه كده بالارقام توضح لنا، كل شويه الارقام هتوضح الصوره اكتر، وقول لي بقى ساعتها وضحت ولا لا. هنا الديكريز اللي بيقلل الاونر ايكوتي حاجتين، حاجه عن طريق الاونر ان هو يسحب من النشاط، وزي ما اتفقنا ان طبعا اشهر شكل في الويز درو ان هو يسحب فلوس، يفتح الخزنه ياخد فلوس، بس اتفقنا ان قلنا مش لازم فلوس بس، يعني ما هوش هو ده الشكل الوحيد في الويز درو، ممكن يسحب عن طريق اي اسيت تاني. الاكسبنس بيخفض برضو، ده بقى لو البزنس ده الحاجه الثانيه اللي بتخفض راس حق الملكيه اللي هو المصروفات، فدول اللي بيزود ودول اللي بينقص حق الايه؟ حق الملكيه. طيب ايه هو الاكسبنس؟ هو هنا بيسترس شويه بقى عشان عارف انك شويه وهتزعله، ولما يجي يحل معاك المساله هتتلخبط ما بين الاكسبنس والاسيت. فبيقول لك الاكسبنس هو عباره عن تكلفه are the cost of asset consumed or service used in the process of earning revenue. وبص بقى بالجمله دي اقف عندها دقيقتين بس. المصروفات هي تكلفه استخدام الموارد او استهلاك الموارد اللي هي الاسيتس، او الخدمات اللي انت استفدت منها، استخدمتها واستفدت منها في عمليه اكتساب الايراد، in the process of earning management earning revenue. طيب النص الاولاني، الجزء الاولاني ده قصده بيه ايه؟ اصل الجزء الاولاني ده اللي حاطط تحتيه خط ده غير التاني، غير السيرفيس يوز دي هما الاثنين اكسبنس، بس ده حاجه وده حاجه. ايه الاسيت كونسيومد؟ فاكر من شويه لما قلنا عندك اسيت، انت عندك اسيت زي اكويبمنت مثلا اللي هو الاكويبمنت دي لما انت بتستخدمها مش قيمتها بتقل؟ طيب انت بتستخدمها في ايه؟ انت لما بتستخدمها في ايه؟ بتستخدمها في البيزنس ولا في البيت؟ في البيزنس. طيب ولما بتستخدمها في البيزنس فقيمتها بتقل، طب انت عملت فيها ايه عشان قيمتها تقل؟
قال ما هو انا لازم استخدمها عشان يجي ريفينيو، ما هو ريفينيو ده مش هيجي لوحده، فاضطريت استخدمها، فلما بستخدمها بهلكها، فلما بهلكها قيمتها بتقل. قال لك خلاص مفيش ايراد ملوش مصروف،